أذكر في مطلع أو في نهاية عقد الثمانينات انتعشت من جديد أغنية سودانية رقيقة لفنان سوداني كبير، وركبنا نحن مجموعة من الأصدقاء قطار من محطة الخرطوم القديمة متجهين إلى مدينة نيالا. القطار يمر في 4 أيام. كنا في إحدى درجات القطار وسط زحمة المسافرين وزحمة الناس. كان هنالك عسكري سوداني جندي، هو أسرته، هو من أبناء غرب السودان، أتى وتجند في القوات المسلحة وتزوج في الخرطوم وأنجب أبناء، وبعد سنوات طويلة في طريقه للعودة إلى دياره وإلى موطن أهله، ومعه أسرته الصغيرة. يبدو كأنه كان يسترجع ذكريات حب قديم تركه في غرب السودان زمانا بعيدا، أو لعله يسترجع مشاعر دفاقة كانت موجودة في تلك الأيام. فكنا نتسلى ونتسرى في ليالي القطار الطويلة ما بين الجزيرة التي قطعها القطار في يوم ونصف ثم أراضي كردفان. فكان هذا الشاب العسكري يتقنى بأغنية ماضي الذكريات للفنان الكبير عثمان مصطفى. الأغنية بالطبع لشاعر كبير أيضا، كتب لعدد من كبار الفنانين، كتب لوردي أجمل أغنياتي، كتب لفنانين كبار، جيلي محمد صالح. جيلي محمد صالح مشهور بهذه اللونية من الكتابة القنائية، وهي لونية حديثة عندما ظهرت في تلك الأزمان، تحمل مشاعر متحركة وبعبارات دقيقة ذات دلالة واضحة في الأغنية، وتنساب الكلمات والأحرف بنداها الذي وجدت فيه، كأنه كان ينسج وشاحا من خيوط نورانية رقيقة. فلذلك أغنية ماضي الذكريات برغم ما فيها من آلام وتوجع وبرغم ما فيها من حزن كبير داخل كلمات الأغنية، لكن تظل هي من أدفأ الأغنيات السودانية. الليالي الأربع التي قضيناها في القطار كانوا كل المسافرين معنا في عربة القطار يستمعون إلى ذاك الصوت الجميل، وأنا كنت في تلك اللحظات أعلق أن هذا العسكري الشاب لو لم يكن جنديا فقط لأصبح فنانا كبيرا، لأن صوته كان شجيا وكان لديه شد وعزم في هذه الأغنية. وأنا أذكر أنه كان يوقع إيقاع الأغنية على مقاعد القطار، مقاعد القطار الخشبية القديمة في الدرجة الثالثة. فلذلك علقت هذه الأغنية بالذاكرة، وأصبحت هي أيضا من الذكريات التي كانت الأغنية تتحدث عن ماضيها. نستمع إلى هذه الأغنية من الفنان الشاب محمد فضل.
بشعوري
عذابي تعالوا بادل لي الوداد والنجاسي من السهاد تعالوا بادل لي الوداد والنجاسي من السهاد تعالوا بادل لي الوداد والنجاسي من السهاد محلات عمر كيدز. بشرى سارة. بمناسبة شهر رمضان الكريم والأعياد بدل تركيا، لبسات بيبي، أحذية كل الموديلات. حديثي ولادة، ألعاب، فساتين، تونيكات. تيشيرتات، بناطلين، ملابس داخلية، بيجامات وفساتين زفاف. عمر كيدز، هواتفنا على الشاشة. لما بيوسمعتك مشيت أنا دي وجدتك فورا في الحال الدولار لقيت ناعم على الإيد وكمان فعال الدولار رحمة البال زاد غسيل نبضى صابون بودرة الدولار الأبيض، القيمة الأعلى للصرف. من عملي عم مستنينك أمتنا بخير وراجنك شكرا لك وشكرا لهم يا رب من خيرك تديهم جهزنا زمان حاجات رمضان هلالك في السودان وتحلى اللمة بين حبان عمد بشايرك كل مكان زار الفرح أهدي الحنان بيك القلوب مليانة نور حسن العمل جاب السرور جاب السرور رمضان أحلى في السودان. أولا شكرا محمد فضل، وشكرا للفنانين الشباب المبدعين جبلابي ومحمد وهشام عثمان الصحوة وأمجد علي وعبد الله جون وعاطف السماني. أنا ذكرت الأسماء لأنه داير أقول إنه هذا الجيل طبعا كلهم فنانين شباب وصغار في السن لم يعيشوا فترة زهو الأغاني الأكتوبريات والأناشيد العظيمة في تاريخ الغناء الوطني السوداني، ولكن أنا سعيد إنه الليلة ألقى واحد من الفنانين الشباب ديل هشام الصحوة
يردد واحدة من الاكتوبريات وهي من مثل الجياد العتاق مثل الخيول الأصيلة في الغناء السوداني. الاكتوبريات هي يعني تاج الأغنية الوطنية السودانية لما كان لثورة اكتوبر من إشعال كبير للوجدان السوداني، وهي حقنت أو حقنت مصلا وطنيا في جسد الأغنية السودانية وأعطت أبعاد مختلفة. كل السودان لديهم ذكريات، الأجيال القديمة يعني لديهم ذكريات مع هذه الأغنيات. وأنا أذكر أنه إحنا في السبعينات كانت في حاجة اسمها الإعلام الجماهيري، وكانت في عربات لندروبرات اسمها عربات، هي كانت تتبع لمصلحة الثقافة لكن اسمها عربات السينما المتجولة، كان مركب فيها ميكروفونات في أعلى سقف العربية. ولما تأتي ذكرى أكتوبر يطلعونا نحن في الاحتفال الرسمي، وغالبا يكون مسيرة من المدارس إلى الساحة الشعبية في نيالة في مكان احتفالات، وكانت تصدح في الميكروفونات في العربية بتاعت الإعلام الجماهيري الكثير من الأغنيات الوطنية والأكتوبريات العتيقة، وكان منهم هذه الأغنية. الشاعر الطاهر إبراهيم يعني عرف كشاعر قنائي رقيق، كتب أغنيات كبيرة وأغنيات عظيمة ورقيقة وجزء منها أغنيات خفيفة لإبراهيم وعدد من الشعراء السودانيين، لكن خلود هذه الأغنية أنها كتب هذه الأغنية الوطنية للفنان الكبير محمد وردي. والفنان محمد وردي هو كان الصادح الأكبر والرمز الأكبر للأغنيات الأكتوبرية، لأن لحظات سطوع محمد وردي وعلو نجمه كان في فترة أكتوبر، فلذلك نشيد أيام أكتوبر من الأناشيد الخالدة. وأنا عندما أتذكر هذه الأغنية كأن أشجار النيم وأشجار التبلدي في نيالة كانت تردد هذه الأغنية عندما تعلن عبر ميكروفونات عربة مصلحة الثقافة في نيالة. هشام عثمان الصحوة يعيدنا إلى تلك الأيام ويسترجع صدى تلك السنوات بأيام أكتوبر التي كتب كلماتها الطاهر إبراهيم ولحن الطاهر إبراهيم هذه الأغنية للفنان الكبير محمد وردي. Yeah.
شكرا هشام
هشام الصحوة. يعني الأغنية الجاية هي واحدة من الاختيارات الصعبة جدا، خاصة عندما تدخل بستان عثمان حسين. كل أغنيات عثمان حسين مثل النخلات، الباسقات، الوارفات، يعني يلقين ذؤابتهن للفضاء الواسع العريض. وأنا عندما أتذكر هذه الأغنية لعثمان حسين، يعني أتذكر يعني مرحلة نظرة من مراحل العمر. أتذكر أولا منزلنا في بيتنا في نيالة، وأنا عندي أختي تكبرني مباشرة من أشد المعجبات بعثمان حسين، يعني هي التي أجبرتني في البداية ثم جعلتني أستمع إلى هذا الفنان الكبير. لكن هذه الأغنية بالتحديد عندما كنا ندخل سينما نيالة، ومن من المشاهدين الآن يعني يتذكر أجواء السينمات في السودان في تلك الأماسي الوادعة الجميلة في السودان آنذاك، والناس يتجمعون من الأحياء ومن المدارس ومن الداخليات للذهاب إلى السينما. كانت برنامج في ذاك الوقت، عندما تدخل سينما نيالة واحدة من السينمات الكبيرة العريقة في السودان، قبل ما تبدأ المناظر أو تبدأ الأفلام كانوا بيشغلوا شريط غنائي. أنا أتذكر أغنيتين، أغنية الحزن القديم لمحمد وردي دائما في سينما نيالة، والأغنية التي سنستمع إليها الآن من الأخ الفنان أمجد علي، وهي من أيضا من كلمات عباس زين عباس عمارة. الليلة يعني نحن سمعنا الأغنيتين عودة غلب لعبد العزيز محمد داود، والآن هذه الأغنية للزين عباس عمارة، وهي من الأغنيات الرقيقة، الأغنيات الشجية ذات لحن جميل. يعني كل أذن تستمع إلى هذا اللحن ترتبط به ارتباطا كبيرا، يعني لأنها هي من ألحان عثمان حسين. وأميز ما في عبقرية عثمان حسين أنه كان ملحنا بارعا، وكان بحرا من الألحان. تعيد إلي أغنية أوعديني تلك الذكرى، المقاعد في درجة الشعب في سينما نيالة، وسلة من الأصدقاء والدفعة وأبناء نيالة من أبناء حي الوادي وحي المزاد وحي سكة حديد وحي الجبل. يعني كنا مجموعة كبيرة من الأصدقاء في فترة المرحلة الثانوية، ارتبطنا بهذه الأغنية، أغنية أوعديني. أمجد كانوا يجلس معنا في مقاعد سينما نيالة يقدم لنا هذه الأغنية الجميلة، أغنية أوعديني أمجد علي. Thank you.
يوم الخطوبة رقصة حلوة رقصة حلوة كل غنوة فرحة في كل الليالي أوعديني بكل ما مني وحدي ليا عني وعني جيتنا يا رمضان والكل بامتك فرحان
أنكم درن الوطني والتزمون رسالة الفقه. شكرا لأمجد في أوعديني لعثمان حسين. أستطيع أن أقول أنه أغلب الذكريات الجميلة مع الأغنيات ارتبطت بالإذاعة السودانية عندما كانت إذاعة أم درمان تسمع في كل السودان، وكانت المصدر الوحيد للسماع، المصدر الوحيد للأخبار، للمعلومات، للبرامج. وأنا من تجربة شخصية بقدر أقول إنه فرق كبير بإنك تسمع أغنية مسجلة سواء كان على غرس مدمج أو من فلاش أو من شريط أو من اسطوانة، وبين إنك تسمع من الإذاعة. كثير من الناس يجدوا إمتاع كبير جدا عندما تسمع الأغاني من الإذاعة، وخاصة من تسجيلات الإذاعة. مكتبة الإذاعة السودانية هي التراث الجميل للسودان، وهي تراث المشاعر السودانية. يعني صوت عثمان حسين دائما أنا بذكرني الصحفي الكبير رحمي سليمان، هو اللي أطلق على الفنان إبراهيم عوض الفنان الزري، لأنه الناس كانوا طالعين من الحرب العالمية الثانية، وبعد الحرب العالمية الثانية ظهر الفنان إبراهيم عوض وصعد صعود كالصاروخ، والعالم كله كان في تلك الفترة متأثر بما حدث في هيروشيما وناغازاكي، القنبلة الذرية التي ألقيت على المدينتين اليابانيتين. فأطلق عليه الصحفي رحمي سليمان لغب الفنان الذري لهذا الصعود المهول والظهور الساطع للفنان إبراهيم عوض في تلك الفترة من بداية الخمسينات. إبراهيم عوض لديه كثير من الأغنيات الجميلة، لكن الأغنية التي تصل إلى القلب مباشرة هي أغنية منى وأحلام. هذه الأغنية للشاعر الكبير المدهش عبد الرحمن ريح، وأنا أعتقد أن عبد الرحمن ريح حتى الآن لم يدرس الدراسة الكافية لهذا الشاعر والملحن، يعني إنسان أسطى بسيط في الصناعات الجلدية في حي العرب، أنتج كل هذه الفرائد في الأغنية السودانية، وأنتج كل هذه الألحان الجميلة. عبد الرحمن رايح عالم قائم بذاته، عالم مختلف، كأنه جزء من الأساطير التي تجتاح الخيال دائما، يعني كأنه يعيش خارج الزمن. أغنية منى وأحلام هي من الأغنيات التي صعدت بسرعة عندما أطلقت، ومن الأغنيات التي ارتبطت بإبراهيم عوض نفسه، لأنه كان من الذين يحبون هذه الأغنية. الفنان عبد الله جون سيقدم هذه الأغنية، وأنا أعتقد أن الذين يستمعون إلى هذه الأغنية من الأخ الفنان عبد الله بالتأكيد سيسترجعون سنوات طويلة من الذكريات الجميلة، وكأنها أمطار ستصب هذه الأمطار في هذه الأمسية الجميلة أيضا. فنان عبد الله. السمر وأغاني الدنيا منى وأحلام، دنيا منى وأحلام.
السلام كل يا منو احلام كانت يا أسلام أفراح السمر وأغاني الدنيا منو أحلام الدنيا منو السلام الدنيا منو أحلام دنيا الأشواق الفايضة في بحر الريح والليالي الأنس الباسمة ليالي العيد الأشواق الفايضة بحر الريد والليالي الأنس الباسمة والليالي العيد كم خلت قلبي الخافي الحب يزيد حبيت وانا طبعا حبي في نوع فريد حاول تزعل في حبك مهما ازددك يا واحزر لا سلم قلبك لا تصحري في الايام الدنيا منو السلام الدنيا منو احلام Yeah.
دنيا جمالك موري يا دنيا جمالك موري يا دنيا جمالك موري يا دنيا جمالك يا دنيا يا دنيا جمالك موري يا دنيا عالم شيء ولا أدري يا دنيا جمالك موري يا دنيا يا دنيا يا مالك موري يا دنيا سلمتك قلبي وفيك نايم هيم الأعراض جوا الحب العيد السلام الدنيا منى وأحلى السلام الدنيا منى وأحلى السلام الدنيا منى وأحلى السلام الدنيا منى السلام الدنيا منى وأحلى في خاتمة المطاف ونهاية الرحلة وكأننا في قطار وهذا القطار يقود إلى مدينة عطبرة. الفنان الضخم الكبير حسن خليفة العطبراوي يعني هذا الصوت يعني المترع كأنه خليط من هدير الماكينات وصوت الرعود لأن العطبراوي في الأغنيات الوطنية الكبيرة هو يعد كأنه أب لهذا الفن وهذا النوع من الغناء. لكن أغنية صغيرة ورقيقة وخفيفة من أغنيات العطبراوي علقت بالذاكرة هي أغنية النانو. لأننا سنختم بهذه الأغنية في هذا المساء الرمضاني يعني ستكون هذه الأغنية يعني طبقة جديدة من طبقات الفضاء العطبراوي الكبير. وابننا الفنان عاطف السماني سيؤدي هذه الأغنية وبهذه الأغنية نختم هذه الليلة المترعة بالجمال. وأنا أتقدم بالشكر والثناء الكبير للفرقة الموسيقية لأن هذا الأداء الموسيقي الرفيع ينم عن روح موسيقية جميلة. كذلك أشكر الفنانين من الجبلابي ومحمد فضول وعثمان الصحوة هشام عثمان صحوة وأمجد وعبد الله جون والأخ عاطف السماني. شكرا. تفضل أخ عاطف.
الصفا على الكبر لونه ورطب الغصون تتمنى لونه كشف الظلام كشف الظلام كشف الظلام برات سنونه وهبت النفوس تتامل أن النمال أن النمال I know.